مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فقرة بريد الحظ من هنا من محافظة تعز، وتحية لأهل تعز. من هنا من مدينة تعز نبدأ بريد الحظ. معنا أربع متسابقات. غيرنا هذه المرة، كانوا ثلاثة أشخاص، الآن أربعة. اثنين بيبقوا معنا واثنين بيغادرونا. اسمكم؟ أمل الكمالي. أمل الجمالي، ها؟ نضال البريهي. ها؟ نجوى عبد المجيب. انشراع عبد الجبار. طيب، معنا أربع ظروف، فيهن أربع كروت، كرتين أحمر وكرتين أزرق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، كل واحدة تختار لها ظرف. خلوا عندكم بشكل مايك، هاتي الظرف. ايش تتوقعي؟ ان شاء الله نستمر. تستمري؟ ان شاء الله. مش كرت احمر؟ ان شاء الله نستمر. مدري كرت، للاسف الشديد استمر. ايش توقعي؟ ان شاء الله استمر. استمر ان شاء الله. وفعلا كرت احمر للأسف الشديد، لكن ما تخرجيش مننا، جائزة ترضية 10,000 ريال. ذحين بين الظرف هذا والظرف هذا، أين الظرف الأول؟ أيوة، عاد أخرجهن جمعة. هذا ظرفك وهذه ظرفها. للأسف الشديد، لكن في جائزة ترضية 10,000 ريال. تفضلي. إذن مشاهدينا الكرام، تابعونا في المرحلة الثانية. وعدنا إليكم مشاهدينا الكرام إلى المرحلة الثانية مع الأخت أمل والأخت نجوى. أسمع أكبر تحية لهما. معكم 36 صندوق، بتختاري 3 صناديق وأنت 3 صناديق، في فلوس أو ما في فلوس، في كروت ضدكم وفي كروت لصالحكم. وقت ما تشتي تنسحبي تنسحبي. الصناديق المؤشرة بالإكس هذه ما تقربوها أبداً لا نهاية البريد. أنا بخبركم. جاهزين؟ جاهزين. نقول بسم الله. اختاري أول صندوق. 10. رقم 10 يعني للشيء؟ رقم مميز. رقم مش المميز، إن شاء الله يطلع حاجة مميزة. إن شاء الله. وفعلا مميز. 10,000 ريال. يلا يا أمل. 1. رقم مميز. تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادي شيء على الله. بسم الله. يا الله، كرت أحمر للأسف الشديد. اختاري كرت. صندوق. 22. 22. تاريخ ميلادك؟ لا. يا سلام، 5,000 ريال. هل الصندوق الأخير؟ الصندوق الأخير. الصندوق الأخير. طبعا انتبهي، في كروت. شفتي زميلتك كيف خرج لها كرت؟ تشي تنسحبي بالمبلغ؟ لا. أتواصلي؟ أتواصل. تواصل يا جمهور؟ واصل. اسمع تحية لهم. طبعاً في كرت من الكروت مصادرة ما كسبتيه من الصناديق. يلا. آخر صندوق. 36. نزلونا لها أنا. إن شاء الله. أها 36، بسم الله. لا تقول تنسحبي باللي معك. لا عادي. عادي؟ عادي. روح رياضية؟ روح رياضية أكيد. خمسة ألف ريال من رصيدك هدية لشخص تختاره أنت من الحاضرين. طبعاً صديقتي اللي انسحبه. أيوة. يا سلام والروح، يا سلام. دي لها 5,000. 5,000، يا سلام عليك. الآن وصلنا إلى
الثلاثة الصناديق. واحد من الثلاثة الصناديق هذه فيه جائزة ذهبية. احسبي حسابك. والاثنين الصناديق فاضية. ما في شيء مساعدة أو تلميح. لا تلميح ولا شيء. يا أبيض يا أسود. خير الأمور أوسطها. رقم 11. 14. رقم 14. إن شاء الله. جواب نهائي. إن شاء الله. أنت حر. 14 أنت حر. طيب أساويك بحاجة. أعطيكي 10,000 فوق المبلغ اللي معك وتنسحبي. لا الصندوق. إن شاء الله. عسى إنه خير. 20,000 وتنسحبي. 14. إن شاء الله. متأكدة؟ بسم الله. خلاص. بسم الله إن شاء الله. أجيب لك 40,000 ريال. 40,000 وتنسحبي، عصفور في اليد ولا 10. أنا طبعاً والله ما أنا داري إيش في الصناديق. أنا مش عارف، بس في جائزة ذهبية. ها؟ نستمر، بسم الله. أفتح؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب. بسم الله. واحد. بسم الله. بسم الله. اثنين. بسم الله يا رب. أجيب لك 80,000 ريال. والله محير صراحة يعني. 80 حلو، والله الصندوق ما أدري إنه فاضي إنه. لا في جائزة ذهبية طبعاً. خلاص افتح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بسم واحد. بسم الله. اثنين. اجيب لك 100,000. 100. خلاص 100. ها 100 100 100. تمام. 100,000. ايوه موافق. تنسحب 100,000. انتم معها يا جمهور حيوها. هذه 100,000 يا اخت نجوى. أيوه. كم معك الآن؟ 110. 110,000. صندوقك لكم 14. أيوه. تمام. أنت إذا كنت تشتي تختاري، ما كنت تختاري رقم كم؟ ما أنت خرجتي عادش بتفكر. ها؟ 9. طيب فاضي فاضي. أنتي قلتي رقم كم؟ 9. 9. 200,000 ريال. مشاهدينا الكرام، كان معنا الأخت أمل والأخت نجوى. كم معك؟ 5,000 هدية منها صح؟ يلا. كم معك الآن؟ 110,000. مبروك عليكم الجائزة. مشاهدينا الكرام، باقي فقرات وفقرات كثيرة ورايحة، لا تروحوا لها.